مديره مكتب مهندس محمد الحداد، اكزيكتيف اوفيس مانجر للفايس تشيرمان في محمد الحداد جروب، سينيور تالنت اكوزيشن سبيشالست، بلاننج مانجر، تكنيكال اوفيس مانجر، استشاري معماري، تالنت اكوزيشن وال ان دي مانجر، اركايفنج اند كواليتي اشورنس سكشن هيد، تكنيكال اوفيس انجينير، هيد اوف كواليتي اشورنس اند دوكمنت كنترول، كوست كنترول مانجر. انا اشتغلت في اماج جروب علشان كانت فرصه كويسه بالنسبه لي ان انا ادخل مجال جديد، مجال الكونستراكشن الورك انفايرمنت، ومحمد الحداد او مجموعه محمد الحداد كانت موفره ده بشكل واضح جدا، اتاح لي فرصه ان انا ارجع لشغل التشطيبات من شركات الكونستراكشن الكبيره اللي في الماركت. الموضوع كان بوتنشال ويحمس، لان اللي بيميزها دايما الكواليتي. الكواليتي اهم حاجه عند المهندس محمد الحداد لان سمعتها كويسه. حبيت السكوب العمل علشان هي شركه بومي، مشروعات مختلفة عن اللي اشتغلت فيها قبل كده، في روح وتعاون ما بين الناس. انا لسه مكمله في ام اتش جروب علشان هي دايما فيها نيو تشالنجز، مفيش في دايفرستي ما بين ست وراجل في طريقه الشغل، ورك انفايرمنت فيها حلوه جدا، الشركه ادتني الفرصه هحاول اثبت نفسي فيها، ما بحسش بتفرقه ما بين مهندس ومهندسه، راجل وست، كل يوم بتعلم فيها حاجه جديده، حابه اكون يعني اوصل لحاجه اعلى من كده. حجمنا كشركه الحمد لله بقى اعلى بكتير، تكبر وعايز اكبر معاها، زود خبرتي، التيم بيكبر والديفلوبمنت كمان بيكبر.